راضي عن مجموعة اللاعبين اللي موجودين معاك دلوقتي؟ شور أكيد بالتأكيد هم لاعبون متميزون. لدينا 16 لاعب الذين يستطيعون اللعب، ولدينا أيضا مجموعة من اللاعبين الموهوبين الصغار إن كنا نحتاج إليهم والاستعانة بهم، واستطعنا فعلا الاستعانة بهم في التدريبات. وأنا سعيد للغاية بمجموعة اللاعبين، وأعتقد أن بهذه المجموعة من اللاعبين وبمجهودهم والطريقة التي يتدربون بها والطريقة التي يعملون بها كل يوم سيحرزون التقدم في الفترة القادمة. السلوجان دايما عندنا ان البطولة اول لما بتخلص بتتقفل عليها وبتخش في البطولة التانية. ده كان كلام الكابتن محمود الخطيب النهاردة في حفل التكريم، والجمهور دايما كده، الجمهور بيقف مع المدير الفني يقول له انت مبروك انت كسبت، ولكن اللي جاي نعم القادم بالتأكيد في خلال يومين سيكون لدينا بطولة، فليس لدينا وقت كثير للاحتفال، ولكن التركيز سيكون من اليوم. تركيز الفريق سيكون على البطولة القادمة، وستكون التنافسية عالية للغاية. ولكن في الوقت نفسه عندما نحقق بطولة ناجحة مثل البطولة العربية فتحتاج أن تحتفل حتى تستطيع أن تتفهم أن العمل أثمر عن شيء كبير. فأنا أحب أن أحتفل بالبطولات لأنهم علامة على الجهد الذي تم إحرازه والجهد الذي بذل، وعندما تصل إلى النهاية وتصل إلى النجاح يجب عليك أن تحتفل. بالتأكيد انتهينا من الاحتفالات والآن نركز على البطولة القادمة. الاحتفالات كانت من الساعة 5 للساعة 6 ولا 6 ونص، وبعد كده دخلت على التمرين. ده اللي انا عارفه، انت كان عندك تمرين الساعه 8 خلصت وجيت على طول، وبكره ان شاء الله هتتجه الى البطوله الاخرى، بطوله المرتبط. طيب خلينا، عايز اسالك سؤال مهم جدا في اطار ان انت اشتغلت في انديه كثيره، بقالك حوالي شهرين في النادي الاهلي او شهر ونص في النادي الاهلي، ايه الفارق ما بين النادي الاهلي وبقيه الانديه اللي حضرتك اشتغلت بيها؟ كل فريق وكل نادي لديه أسلوبه الخاص ومنظومته الخاصة وأهدافه الخاصة أيضا، وليس من السهل المقارنة. أنا سعيد للغاية بالاستقرار التي وجدته في نادي الأهلي وبأمانة تستطيع أن ترى من الخارج، وأيضا عندما تعمل في الداخل. أنا مكثت هنا لمدة شهرين فقط، ولكن أرى ولمست قوة النادي من حيث الإدارة وأيضا حجم النادي وأيضا من قاعدة الجماهير، وكل شيء فيه كبير في الحقيقة، ومن السهل العمل في هذا المناخ وهذه الظروف، وأنا سعيد للغاية ومسرور لأن أعمل مع النادي الأهلي. نزلت اتفسحت في القاهرة ولا لسه؟ قليلا. عجبك ايه بقى في القاهرة الايام دي او الفترة دي؟ أنا أعيش في منطقة قريبة من النادي الأهلي، وأحب دائما في منطقة الزمالك، أحب أن أتمشى في هذه المنطقة، وأيضا ذهبت إلى الأهرامات بالتأكيد، وذهبت إلى بعض المناطق، وأحب أن أسير في بعض المناطق، وأنا أحب هذه المدينة. بتعرف تتمشى في يعني في البلد عادي، ولا الجمهور عرفك قوي وبيشوفك وبيعرفك جمهور الأهلي طبعا؟ لا، بعض ربما في بعض الأحيان أقابل الجماهير وأيضا أقابل جماهير الزمالك، ولكن كلهم لطاف للغاية، وأقابل الكثير منهم ويكون هناك حديث لطيف للغاية.